أنتم تستمعون لحصة خاصة، فضاء رياضي خاص متعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية في شكلها الرياضي. تحدثنا على عدة أمور وعلى عدة أشكال من التضامن الرياضي مع القضية الفلسطينية مع إخواننا هنا كذلك في غزة. نذكر أنه كذلك اليوم مديرية الخدمات الجامعية للجزائر الشرق تنظم دورة كروية ما بين الجامعات تحت مسمى دورة القدس. هذه الدورة هي في طبعتها الثانية، تجرى بالمركب الأولمبي محمد بوضياف تزامنا واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف ل 29 نوفمبر من كل سنة. يتواجد هناك زميلنا محسن العاشوري لأكثر تفاصيل لتدخل ثاني معنا اليوم على المباشر من المركب الأولمبي محمد بوضياف. محسن، تحية مجددة أولا، ثانيا ماذا عن تفاصيل انطلاقة هناك في المركب الأولمبي محمد بوضياف؟ مساء الخير بلال، تحية مجددة لك ولكامل المستمعين ومستمعاتنا. كما أشرت فعلا هي دورة رياضية في شكل تنافسي بين الطلبة الجامعيين، لكن تحمل في قيتها رسالة هامة تخص إخواننا في قطاع غزة الذين تعرضوا لقصف همجي من قبل الكيان الغاشم لطيلة أكثر من 50 يوما. اليوم طلب الجامعيين ومسيري مختلف الإقامات الجامعية والمؤسسات الجامعية أبوا أن يحيوا التظاهرات تزامنا مع اليوم العالمي المصادف للتاسع والعشرين نوفمبر الجاري تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بين الحضور الكريم هنا في الندوة الصحفية التي تسبق هذا الحدث التي تحدث عن دور الرياضة في إحياء هكذا تظاهرات تضامن مع القضايا العادلة، ممثل عن الصحافة الرياضية الوطنية ورئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين السيد يوسف وزير. يوسف حاضر اليوم كإعلامي قبل كل شيء لإبراز وتخليد هذه الذاكرة في صفوف وفي الأوساط الجامعية لدى الطلبة. ربما الرياضة لها دور بارز خاصة في الأوساط الجامعية لنقل الفكرة وتوارثها، حيث أن القضية الفلسطينية قضية كل الجزائريين وكل العالم. شكرا محسن، ومساء الخير لكل المستمعين. اعتقد انها مبادره جديره بالتنويه وحضورنا لها يؤكد على ذلك. هي بمناسبه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مصادف ل 29 نوفمبر. طبعا هو شكل من اشكال التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه، الذي لأن اليوم تحت وطأة هذا الاستعمار الغاشم، هذا الاحتلال الغاصب الذي لا يستحي من أي شيء، ولكن إن شاء الله بفضل ثبات وإصرار وإرادة المقاومين، هذا الشعب المقاوم، هذا الشعب البطل، إن شاء الله ستعود فلسطين كاملة إلى شعبها الذي يستحق اليوم كما قلت كل التحية والتقدير. اليوم نحضر لفعالية تضامنية من طرف الوسط أو العائلة الجامعية، وأحيي بالمناسبة مبادرة الخدمات ديوان الخدمات الجامعية الجزائر الشرق على هذه الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني. فصراحة العائلة الجامعية مثلما كل يعني فعاليات المجتمع الجزائري لم تفوت الفرصة أبدا لإبداء تضامنها مع هذا الشعب الذي يستحق مرة أخرى التحية والتقدير والإكبار أيضا. شكرا لك استاذ الوزير، ممثل عن الصحافه الرياضيه الوطنيه والاعلامي وايضا رئيس المنظمه الوطنيه للصحفيين الرياضيين. كما سمعت بلال الكل هنا حاضر ليشارك، لكن ليبرز ان القضيه لابد ان تكون على مسامعنا جميعا ونحيا بها جميعا، خاصه تزامنا مع هذا الظرف الخاص الذي يعيشه اخواننا في قطاع غزه بالتحديد. سنوفيكم مزيد من الانطباعات والتسجيلات الخاصه بهذه الفعاليه في مواعيدنا الاخباريه القادمه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله محسن العاشوري. نذكر انه كنت معنا على المباشر من المركب الاولمبي محمد بوضياف الذي سيحتضن دوره كرويه ما بين الجامعات في طبعتها الثانيه هذه المره تحت عنوان دوره القدس، كل هذا تزامنا واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. في الرياضة وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ينظم ديوان الوطني للخدمات الجماعية طبعة ثانية لدورة كرة القدم الجماعية، ذلك بالملعب الملحق لمركب الأولمبي محمد بوضياف. ومن هناك يلتحق بنا على المباشر موفد إذاعة جيل أف أم محسن العاشوري. إليك محسن.
مساء الخير عبد الغني. طبعا كما شرت هي ظاهرة كروية لا أبا على تنظيمها ديوان وطني لخدمات الجمعية وبمبادرة من مديرية الخدمات الجمعية جزائر الشرق وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تأتي هذه السنة في ظرف خاص يعيشه شقاء الفلسطينيين منذ أكثر من شهر تحت القصف الغاشم للكيان. دورة في كرة القدم تأتي بشعار القدس وتعرف مشاركة طلبة جامعيين يمثلون مختلف الإقامات والجامعات، جامعة جزائر ثلاثة، إقامة عبد القادر العربي، بوراوي الحراش، وإقامة جامعة ترقانة. مجموعة من اللاعبين يشاركون، مجموعة من الطلبة الجامعيين يشاركون في دورة كروية تنطلق اليوم وتسبقها ندوة صحفية. يشارك فيها ضيوف مزيان غيل اللاعب الدولي السابق وممثل عن ودادية اللاعبين القدماء، عمر بطروني، صلاح بي عبود المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويوسف طازير عمي منظمة الوطنية للصحفيين. يوم خاص يتزامن مع ذكرى سنوية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تقره الأمم المتحدة سنويا، ودفاعا عن الأراضي المحتلة على رأسهم القضية الفلسطينية والشعب الصحراوي. أيضا الحديث في الندوة الصحفية يأتي على طبعا عن دور الرياضة في التعريف بهذه القضايا العادلة، وأيضا يتم فتح المجال للحديث عن قضية يوسف عطال الذي هو الآخر يشغل الرأي العام الجزائري والدولي لما تعرضه من ظلم من قبل اليمين المتطرف الفرنسي. هو لاعب كرة القدم أبدى رأيه في الخصوص ما يحدث من مجازر تجاه شعبنا الفلسطيني. دورة كروية ستنطلق بعد قليل تسبقها ندوة صحفية وبمشاركة واسعة من الطلبة الجمعيين. نعم، إذا محسن العاشوري كنت معنا على المباشر من معذرة من الملعب الملحق بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، شكرا جزيلا لك.